طيب اوبجكت جديد الكلاس سكوير ذكرنا انه المربع بس في عندي بعد واحد ضلع اكس طبعا انيشيالي بياخذ 0 تمام الا اذا المستخدم في الاستدعاء في الانستانسيشن لما عرف منه اوبجكت مرر قيمه فبياخذ هاي القيمه داله الاس تي ار السترينج ريبريزنتيشن بطبع قديش طول الضلع مساحة المربع هي عبارة عن الضلع في نفسه والمحيط هي الضلع في 4 طبعا ذكرنا هذا الكلام انه هنا اذا كان هذا الملف الرئيسي معنى ذلك انه نفذ لي الاسطر من 16 ل 19 اذا كان الملف هذا معمول له import في ملف ثاني ما تنفذش الأسطر من 16 ل 19 حينفذ كل الملف ما عدا هدول الأسطر هنا أنا عرفت مربع 5 طبعته طبعت المحيط المساحة عفوا وبعدين المحيط في الكيوب نفس الفكرة المكعب صحيح في الكيوب أنا عندي برضو طول الضلع برضو عرفناه في الانت هي دالة الـ STR وانا عندي المساحة اللي هي السيرفس مساحة سطح المكعب اللي هي عبارة عن 6 اوجه اللي هي مساحة مربع ضرب 6 وعندي هنا الفوليوم اللي هو الطول في العرض في الارتفاع والطول والعرض والارتفاع هما نفس الشيء فبالتالي الـ X في الـ X في الـ X لو سألتك هنا ايش الفرق بين هذه الجزئية في الكود وهذه الجزئية خليني اعمل لك الها هايلايت سكوير والكيو نفس الجزئية فبالتالي احنا من عند كتابة كود احنا اوريدي عرفنا فبالتالي هذا بدخلني لمدخل الانهيرتنس ايش الانهيرتنس انه بعمل نيو كلاس وبستخدم شغلات اوريدي كانت موجوده في كلاس سابق بنسميه السوبر كلاس فبالتالي كل الفيلدز والكابابيلتي تبعت الكلاس البيرنت تنزل في الكلاس للتشايلد فبالتالي انا في عندي علاقة الانهيرتنس بتكون بين parent وchild البيرنت هو الكلاس الاوريدي موجود والchild هو النيو كلاس تمام يبقى عندي الاولد كلاس هو البيرنت والنيو كلاس child علاقة الانهيرتنس هي اعادة استخدام اشياء موجودة في البيرنت كلاس فبالتالي هنا بنركز على مفهوم انه الشغله انت دائما بتكتبها مره واحده ما فيش داعي انه انت تعيد كتابتها مره ثانيه وبتستخدمها عده مرات يبقى هذه هي علاقه الانهيرتنس يبقى مفهوم الانهيرتنس هنا في الاوبجكت اورينتد انه ما فيش داعي انه انت تكرر اكواد انه ركب اكواد على بعض وعيد استخدام اكواد اوريدي كانت موجوده تمام يبقى بدنا نشوف مصطلح في الانهيرتنس انه انا في عندي حاجه اسمها سوبر كلاس وسب كلاس ايش السوبر كلاس هو البيرنت والسب كلاس هو التشايلد نعم خليني اضيف لك اياه هنا يبقى عندي هنا سوبر كلاس او البيرنت كلاس وفي عندي السب كلاس او تشايلد كلاس
الانهيرتانس هاي العلاقة ايش بصير فيها؟ انه السب كلاس ياخد الخصائص from the super class. فبالتالي أجزاء أنت already كتبتها في السوبر كلاس ما فيش داعي إنه أنت تعيدها تاني. تمام؟ طيب خلينا نشوف كيف نعيد هذا الكيوب. بدنا نعيد كتابة الكيوب من أول وجديد. بدنا نعمل import لكلاس. كنا نعمل import لكلاس. هذول الملفات كلها وين موجودة؟ أنا عندي في شابتر في هذا المجلد شابتر 14 OOB. عندي الكيوب، عندي عفوا السكوير، تمام، وعندي كيوب 2 اللي هي النسخة الثانية من الكيوب اللي بدنا نستخدم فيها الانهيرتنس. هنا هذه الجملة ركز معايا شو معناتها. from directory dot file name بدون py، من اسم من مجلد نقطة اسم ملف بدون py، هاي اسم الملف square.py بدون py square import لكلاس. هاي كتب لك اياها هنا كملاحظة. from dir directory dot file name بدون py import class name اسم الكلاس. هاي اسم الكلاس، هاي square، تمام. وفي عندي كمان مصطلح هنا السلف، هو عبارة اتفقنا انه هو عبارة عن pointer بيأشر على نفس الكلاس. طيب كيف بدك تأشر على السوبر كلاس؟ في عندك سوبر بين قوسين زي هيك، تمام، هو عبارة عن pointer للسوبر كلاس. كيف اعمل علاقة الانهيرتنس؟ تكتب تعريف الكلاس عادي، class cube، يعني هنا بدون inheritance زي هيك. كيف بدنا نعمل inheritance؟ بنحط قوسين هنا، تمام، وبنكتب اسم السوبر كلاس. هنا في هذه الحالة الكلاس كيوب هو الchild والكلاس البيرنت هو square، تمام. فبالتالي حياخد كل خصائص الكيوب، حياخد كل خصائص السكوير، لأنه هو فعليا الكيوب هو عبارة عن عدة سكويرز مركبة مع بعض، تمام. هنا في داعي ان انا اكتب الانت؟ لا، دالة الاستيار لا، لأنه ما فيش فيها تغيير. ايش بسوي؟ فقط بعيد تعريف الدوال اللي بده يكون فيها اشياء اضافية. زي ايش مثلا؟ الاريا، الاريا تبعت سكوير مختلفة عن الاريا تبعت الكيوب. فعشان هيك لما رجعت عرفتها تاني، شوف ايش حطيت لك هنا، مؤشر سهم لفوق. ايش معنات هذا الكلام؟ overrides لميثود اسمها سكوير، لميثود اسمها اريا في الكلاس سكوير، انه هي اوريدي موجودة في السوبر ولكن بتعيد تعريفها في السب، تمام. ليش؟ لانه بتختلف بالضبط. يبقى هاي الشغلة اسمها override، انه انت كيف؟ نعم، هجيت المساحة في الكيوب عبارة عن ايش؟ مساحة مربع نضربها في ست اوجه، احنا اتفقنا انه ست اوجه. بدل ما اعيد كتابة الكود بروح بستدعي المساحة من وين؟ من السوبر. كيف بستدعيها؟ باستخدام هاي الكيورد سوبر دوت اريا، بتصل لميثود موجودة جوا، لأنه هدول بنفس الاسم اريا واريا، فكيف بدك تميز بيناتهم؟ وسيلف، نعم. فبالتالي هنا سوبر جبت مساحة مربع وضربته في ستة، ست أوجه. طب والفوليوم؟
هي عبارة عن الطول في العرض في الارتفاع. طول في العرض عبارة عن مساحة مربع، تضربه في الارتفاع، تضرب كمان مرة في self dot x. self dot x صحيح، هذا في مثال مبسط عنا زينا، ولكن في كلاسز تانية إذا كان أنت عندك الاريا هذه معقدة شوية فمفيش داعي إنه أنت تعيد تكتبها مرة تانية، أسهل لك إنه أنت تستدعي. خليك بهذا الأسلوب أفضل، تمام؟ لأنه لو صار في عندك تغيير في دالة في هاي الدالة، وين بتغير؟ في مكان واحد بس، فيش داعي إنه أنت تغير في عدة أماكن، تمام؟ هنا عرفت كيوب طول ضلعه 3، طبعت المساحة المحيط المساحة عفوا، وبعديها الحجم. لاحظ هاي طوله 3، فبالتالي المساحة راح تكون 54 والفوليوم 27. هجيت لو أنا شلت هاي لغيناها لا حيزبط، بس ايش راح يصير؟ راح يصير تنفيذ لهذا الاكواد بالضبط. يبقى هنا في دالة الامبورت انه هو بيستدعي لك ملف جوا ملف، فبالتالي لما تشغل ايش راح يجيب لك؟ راح يجيب لك طول ضلع المربع هاي، احنا عرفناه هنا 5، تمام؟ حيطبعه وحيجيب مساحة والمحيط هاي، وبعديها حيطبع اللي هي هذا الكلام اللي هنا. فبالتالي انت عشان تمنع هذا الكلام بتستخدم هذا الأسلوب زي ما ذكرت لك. متى بيكون مفيد؟ إذا انت تعمل ملفات ممكن تعملها import في ملفات تانية، تمام؟ واضح مفهوم الانهيرتانس؟